هاي مشاهدينا، رح نتعرف خلال الأسبوع على سيارة جديدة بالسوق اللبناني. السيارة هيدي من الصين، والصيني اللي صارت وحدة من أعرق الدول اللي عم تصنع سيارات بالفترة الأخيرة. ليش؟ خاصة أنه عم تصنع سيارات بجودة كتير مهمة، وأهم شيء كمان بشكل حلو. رح نتعرف تباعا اليوم خلال الأسبوع على سيارات الجريت وول، ومين أفضل من مس سارة دابوسي. هاي سارة. هاي جورج. بارتنر، مانجيك بارتنر بدابوسي جروب. حضرتك ومعك رح نكون مع سيارات الجريت وول العظيمة، مثل ما اسمها بيوحي، السور العظيم بالصين. ليش اسمها هيك سارة؟ جورج، جريت وول ماركة رائدة بعالم تصنيع السيارات بالصين، عمرها 37 سنة، وسميت على اسم سور الصين العظيم، جريت وول اوف تشاينا. نعم. يعني سيارة عريقة بالصين، يعني ما صار لها فقط كم سنة يعني. نعم، عريقة وصل لها زمان، صار لها فترة طويلة، وحتى ألزمت بستاندردز عاليين من الجودة والأمان لحتى تقدر تحافظ على هذا الاسم. جريت وول الشركة الأولى بالصين يلي مش مملوكة 100% من الحكومة الصينية. نعم. هي publicly listed، و 40% من الشركة يتداول على الهونغ كونغ ستوك اكسشينج. وهون بدي أقول شغلة مهمة، إنه جريت وول أول ماركة بتفوت وبتنباع بكل أوروبا. نعم. وحتى هي الشركة الوحيدة بالصين اللي عملت دايركت انفستمنت بيوروب. هالشيء من وراء الاسامبلينج بلانت، يعني فاكتوري تجميع عملوها لسيارات جريت وول ببلغاريا باوروبا. طب ليش دابوسي جروب؟ دابوسي جروب اللي صار لهم سنوات طويله بعالم السيارات بلبنان، وحضرتكم وكلاء لاكثر من براند سيارات، ليش اخترتوا جريت وول؟ دابوسي جروب من خلال خبرتنا بسوق السيارات بلبنان. نعم. لمده 30 سنه كوننا وكلاء 14 ماركة عالمية للسيارات بشمال لبنان، قررنا نجيب جريت وول أول شيء لأنه ماركة صينية، والصين صارت يعني دهش العالم بقديه في جروث. يعني قبل كنا لما نسمع سيارة صينية ننقز، بس ثقتنا كانت على الصعيد الآسيوي وباليابانية بعدين بالكورية، بس أثبتت الصين بالسنوات الأخيرة فعلا أنه عندها كمان قدرة مهمة مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة بتصنيع السيارات بجودة عالية وبشكل حلو. أهم شيء مزبوط. كمان جريت وول كجريت وول ماركة بنوثق فيها. نعم. ماركة عريقة لعدة أسباب. أول شيء عندك الأمان، أخذي 5 star safety recognition award بالجودة، بتلحق اليورو 5 emission standard. بالخيار الواسع في خيارات كتير، عنا اليوم 7 موديلات بلبنان، وبدنا نعمل launching لموديلين جديد قبل آخر السنة. حتى إذا بدنا نحكي بالمواصفات، سيارات من أصغر سيارة لأكبر سيارة full options بيجوا. نعم. عم نحكي يعني full options بلا ما تدفع زيادة لحتى تاخد options، هيدا standard بكل سياراتهم. مثل السيارة اللي معنا اليوم الفولكس سي 30. مزبوط. مثل السيارة. السيارة كمان تعتبر family car تقريبا. Exactly. ولا كمان بتناسب كل يعني حتى سيدات رجال الأعمال وستودنت كار بالنهاية كمان فيها نعتبرها. مزبوط. هيدا متعددة الاستعمالات. نعم. بدك. نعم. وهي top of the 1.5 liter segment تبعنا، كoptions كشكل كحتى كبر. هي يعني ما بعرف اذا انت كمان اكيد رح نحكي عنها شوي هلا لهالفولكس سي 30 وعن شكلها الحلو كثير يلي عم يميزها عن غيرها بهالسيجمنت هيدا من السيارات. عم تشوفوا الباك فيو من السياره مشاهدينا، سنسرات كمان مثل ما ذكرت ساره، سياره فول اوبشن فيها جلد، في عندها من ناحيه سيفتي الاي بي اس الاي بي دي والبي اي اس، اضافه لامور عديده، الفوج لايتس من قدام من الناحيه الاماميه، ومن الداخل رح نتعرف اكثر على الفخامه الموجوده بهالسي 30 مثل ما ذكرنا الجلد، وصولا لهالبورد الحلو الى جانب السايق، وايضا بوجه السايق عم تشوف كمان الفولان مع الازرار اللي متحكم فيهم الاوديو سيستم ومتحكم بالكروز كنترول وغيرها من الامور الموجوده بهالسياره المميزه اللي معنا اليوم. كمان اذا لاحظتوا سكرين بمنتصف هالتابلو لهالفولكس سي 30 واكيد الجانت، وهي الشيء اللي بيميز جريت وول انه كل السيارات جايه فيها جانت.
وهيدي كمان شغله مهمه، ودائما الزبون بيطلع اذا مجنط السياره ولا لا، خاصه بلبنان الشغله مرغوبه كثير. ساره، شو سعر هيك سياره بهيك مواصفات؟ جورج، الفوليك سي 30 عادة سعرها 17900 دولار مسجلة خالصة. نعم. اليوم في أوفر عليها لهالسيارة، هي ب 16900 دولار مسجلة خالصة، وفي أوفر سبيسيال للي بياخذها ثرو ام تي في، يعني للي عم بيحضرونا اليوم، بيطلع له 0% انترست على 5 سنين، يعني بياخذ السيارة بيدفع دفعة أولى 20% من حقها اللي هو 16900، وبيتقسط الباقي على 60 شهر بدون فوائد، صفر فوائد. عرفت انه في عندكم فول وارنتي، وهي شغله مميزه كثير. فول وارنتي يعني عم نحكي على بادي، عم نحكي على الفيتاس وعلى كل شيء داخل السياره. مزبوط. على قد ايه فتره الوارنتي فيها؟ نحن بنعطي فول وارنتي على 3 سنين او 60,000 كيلومتر وفل، مثل ما انت قلت، يعني محرك، كهرباء، فيتاس، فول وارنتي، اي شيء نحن بنتكفل فيه. نعم، هيدا لانه عندنا ثقه كبيره بجريت وول. تست درايف كان موجود بالشركه، تست درايف على كل سيارات جريت وول موجود بالشركه، اي حدا بحب يعمل تست درايف بيتصل بياخذ موعد وبيجربها للسياره، واذا حبها دغري بيشتريها. وين بنشوف سيارات جريت وول؟ جريت وول موجوده بالهيد اوفيسز ومين شو روم يلي هن بجل الديب، اوتوستراد جل الديب على الطريق البحريه، والسيرفيس سنتر بوجه، وكمان موجوده بالشوروم تبعيتنا على مدخل ترابلوس البولفار، وكمان الورك شوب الكبيره موجوده هنيك بوجه وكمان رقم التليفون على الشاشه عم تظهر مشاهدينا، واهم شيء في عندنا رقم السيلولر بحال كان نهار عطله، دائما موجود السيرفيس اللي هو كثير مهم، دور تو دور سيرفيس، ما قدرنا نحكي عنه كثير اليوم بهالحلقه، بس اكيد بحلقات قادمه عم نحكي عنه بشكل مفصل. هتعرفوا اكثر، تابعونا دائما عبر اوتوفوكس. تشاو.